السلام عليكم الخوت انا كنت واجد هنا في هذا المكان هذا البلاد تسمى بلاد الخير دوار اولاد مسعود اولاد عبدون التابعه لجامع جماعه اولاد عبدون حنا هنا واحد اسهم كانت واحد المراه هنا يعني ماتت توفات وشراو الورثه من عندهم وحنا شرينا الاسهم ديال الورثه كله وشرا النسبه اللي اللي علاش قد هو شرا اسهم شرا فيها 22 سهم وانا شريت واحد ربعة الاسهم داخله معنا واحد المراه في الدار هي كانت مربيها المراه هي دات واحد واحد الخمسه الخدامه من عندها وواحد السيد هو نسيبو شاري واحد ربعة الاسهم المهم شرينا هاد الاسهم اه حفظناهم في في سميتو في التحفيظ حفظناهم النهار اللي بغينا وقفنا على القسمه جات المراه هاد السيده اللي من الدار بيضاء جات قالت لي ودي باغي نديرو القسمه نعيطوا على هاد السيد اللي معانا هو كان رئيس الجماعه سابقا كان رئيس الجماعه وما بقاش المهم عيطت عليه جينا ريحنا هنايا اه قالت لي ودي انا راه باغا هاد الساكه راني باغاه انا أه قالت لي اش كتقول عمي الحاج قال لي شدي ساكن شدي تي ما ما يشدوش هو قلت لي وانا عمي الحاج فين غنمشي قال لي تما بيع لي سِير عطاني واحد الثمن وهذاك الثمن اللي عطاه ليا هو ما ما سلكنيش انا مسل ما سلكنيش ما غاديش يشري ليا بقعه ويبني لي انا عندي وليدات عندي سبعه ديال الوليدات وانا والمراه تسعود وكاينه معنا الوالده عشرة الناس يعني خاصنا بقعه وخاصنا سكن متسع لائق لا بغى يعطيني واحد الثمن بيع عليه ولكن بثمن اللي يكون يرضيني انا وما يلزمنيش وما عندوش الحق باش يلزمني قال لي انت صافي بيع وسير حيد في حالك ما تبقاش الدور هنايا صافي حرش عليا المراه قالت لا انا راني باغا الدار صافي مشاو داروا دعوه ديال القسمه عير وكا في المحكمه وخلوا صافي حكموا في الاخر داروا محامي درس انا محامي خلو الدعوه دابا باقا في الاخر حكموا بالرفض يعني عاد عكلوا يعني وقعت لي الناس طلبتو ما خليتش ما درت صيفط لي حيت عذبني السيد راه من سنين وانا ساكن هنايا وما بغاش الدعوه دار دار دابا بثلاث سنين وما بغاش كيقول كي لهم لا انا ما ندير مع حتى حاجه انا عدي الارض عدي كل شيء انا غادي نمحل ونخلي تما وخا تبقى حتى 30 سنه دابا انا محروم من الضوء اللي كان طالب كان طالب بالضوء ولادي وليداتي كيقراو وخاص واش كاين شي واحد باقي كيضوي بالشمع كيقراو عندي دريه كتقرا في الجامعه عدي دريه كتقرا في في التاسعه الدراري واحد كيقرا كي في الثالث كل واحد فاش يقرا المهم محتاج للضوء محتاج للاصلاح راكم كتشوفوا الحاله كيفاش دايره يعني راه الحيوط كاع ريبين كان مشيت رئيس الجامعه صور داك الشيء واحد المره وديتو ليه قلت له ودي ها كاين ها كاين التصاور هذا راه بغيت نصلح قال لي لا غتجيب من الموافقه من عند من عند السيد اللي معاك في, الملك قلت له ودي السيد راه ما بغاش يعطي ما يعطينيش الموافقه قال لي انا ما عندي ما ندير قال لي سير مشيت عند موالي الضو قال لي جيب الموافقه هو ما غيعطينيش الموافقه بالطبع هو بغى يزيرني باش انا نبيع ليه بالثمن اللي بغى وصافي وكل كل يدوز مع طريق ما عطانيش ما بغاش اي انا ما نقدرش انا نبقى يعني سنين هو دابا عليه وعدو أنا ما عنديش انا عندي الله سبحانه وتعالى وعندي شي عمل قار عندي غير سيمانه لا خدمت سيمانه كنريح شهر ما عنديش باش نشري ما عنديش فين نمشي ما عنديش تملك ما عنديش وقلبو بحثو لا عنديشي عندي شي ملك انا ما نباتش هنايا اللي لا يحيدوني من هنا يعني ما عنديش الملك ما عنديش انا كان عاطيني على واحد السيد يعني واحد السطح فين ساكن السيد بغى السطح ديالو عاطيه في سبيل الله ملي ما صدش جيس لهذا السكن ملي شريت قلت انا ما عنديش ما عنديش مشيت قبل ما نجي قلت لي غدير معايا القسمه قال لي لا القسمه ما كاينش القسمه ما كايناش دابا صافي سد داك معطل جيت لهنايا ما, ما بغا يدير حاجه وانا وحالت انا سيدي كنطالب وبغيت هذا الكلام يوصل للمسؤولين الناس المسؤولين يشوفوا من حالي ويرحموني على وجه الله سبحانه وتعالى وهاد الدراري مساكن راهم تمحلوا تاما راه ديما ضاربنا البرد ديما مراد ديما كنشريو الدواء يعني رأس السقف كل شيء عريان كنخرجوا طواليس بعيده الكوزينه بعيده كل بعيد دي يعني كتخرج كيضربك البرد كتشري الدواء شحال ديال الدواء تشريت وتقهرت وعيت وسمحنت راه الله اللي عالم بيا والله اللي مطالع عليا فهمتي راه الله سبحانه وتعالى اللي عالم بيا هذا السيد راه عذبني ومحني وهذا الشيء راه بغيت يوصل حتى لجلاله الملك نصره الله وبغيت يوصل للمسؤولين وبغيت يوصل للناس باش يدخلوا ويديروا معايا شي حل الله يجازيكم بخير دخلوا وديروا معايا ديروا مع هذا السيد شي حل يفك معايا ولا ما بغاش يفك معايا عطيوني غير الرخصه ديال الاصلاح نصلح ويعطيوني الرخصه ديال يعطيوني الدوك راه كاين برونشي يعني خاص على المكانة يجيبوا ليا المكانة ديال ديال الضو ويعطيوني رخصة ديال الإصلاح هذا هو المهم أنا ما بغاش يقسم معايا يعطيني عير نصلح ونزيد واحد البيت اخر نتيسعوا فيه واحد الكوزينة راه ما عندي لا كوزينة لا والو راه كل شيء كلشي كل شيء مكرفس كل شيء حالة يرسلها لها يعطيني عير الموافقة ويعطيوني رخصة الإصلاح ونصلح ونبقى أنا ما بغاش يقسم بغا يقسم معايا أنا مستعد ندير معاه القسمة يعزل لي خدام و700 متر ديالي ونبني فيه سنة دويرة دويرة فهمتي أنا ندار معاه واخا نصاوبوا عاب الزنق <applause> راه ما عنديش انا عندي الله سبحانه وتعالى وانا كنطلب من المسؤولين ومن الناس اللي عندهم في يدهم الشغل وفي يدهم اسميتو يدخلوا في كل هذا المشكل مع السيد راني تقهرت وتغلبت راه الغالب الله راه ما عندي والو راه ما عندي عاد الملك واللي هو اللي كان انا راه ما عندي شي حاجه الله يجازيكم بخير